يجلس في أمريكا ويرمي الإطار بكل أنواع التهم. قبل فترة قال شيخ الخزعلي هو القاتل متظاهر، هسه يقول المالكي هو من دخل داعش. زين، ما أمريكا بلسان هاللعين بأوباما قال إحنا دخلنا داعش، إحنا صنعنا داعش. أنت قاعد هناك وتلمع لي صورة أمريكا تخليها كأنما هي، وتخلي المالكي هو اللي دخل داعش. هسه قد يكون هنالك خطة أعدت من داخل لضرب الشيعة بصورة عامة، يجوز هنالك قيادات إن كانت على مستوى عالية تواطأت أو داهنت أو لديها مصالح مع داعش، الله أعلم ما نعلم. لكن هذا اتهام في المباشر بأنه الخزعلي قبل فترة إلي قال الخزعلي هو اللي قتل متظاهرين بالطر، أقسم بالله لو في داخل العراق ما يتجرأ ويفك حلقه بهالكلام هذا. عندما أتحدث أنا لست في واشنطن، أنا بالسنة على الأقل 3 مرات أزور العراق، أقل 3 مرات أزور العراق. فأنا لست في خارج العراق، أنا في قلب العراق والعراق في قلبي. هذا كلام مال أنه يجي للعراق ويروح للعراق، وإذا هو بالعراق ما يقدر يفك حلقه. أنا فكيت حلقي يوم اللي صدام حسين كان يحكم. وراح نرجع. أنت تدري لو ما تدري؟ أنت لا. راح نرجع للفيلم. طبعاً. خليك. لأن أنت لأنه يمكن أنت بزمن صدام كنت من المصفقين لصدام. أنا حكمت بالإعدام 5 مرات غيابية لأنه كنت أفتح حلقي بالعراق.